الاول ابتدي بيك باشمهندس عصران واسالك، انت كنت مسؤول عن ميدان التحرير مش كده؟ ايوه كنت نائب في فتره، كنت نائب رئيس الشركه. ايوه طلب منكم قطع الكهرباء عن ميدان التحرير؟ ايوه طلب في فتره، وبعدين رئيس الشركه سابق بلغ معالي الوزير الدكتور حسن يونس، قال له طلب مننا نقطع. مين اللي طلب؟ عندك معلومات؟ لا ما يعني المعلومات هي تقريبا المحافظ القاهرة او حاجه زي كده. فهو طلب من معالي الوزير، معالي الوزير قال له لا احنا ما بنفصلش كهرباء عنك فعلا، وما فصلناش، وكنا عاملين طوارئ بصفه مستمره في المنطقه، عن ما فيش قطع تيار كهرباء. يعني كنتوا عاملين طوارئ ان المنطقه دي ما تتقطعش كهرباء، ما تتقطعش عنها كهرباء حتى لو جات لكم طلبات، اي طلبات او اي حاجه، وكانت مستمره بدي تعليمات بمعالي الوزير. والله برافو عليكم، يعني انا بحييكم على هذا الموقف.